لا بس ايه يمكن في سؤال صعب، في سؤالين يلا على قلبي أبري. يعني قاعد اشوف، يمكن قاعد اطالع انستغرام، قاعد اشوف الذكريات اللي ورا وكذي، حلو كله مصور مع شخصيات مهمه، المهم للمهمين. اي بس يعني معقوله حتى من قبل، يعني حتى من يوم كنت يعني قبل السوشيال ميديا. اي نظره جابه. انا طبعي اجتماعي زين، واحب كل الناس، عندي كل الناس نفس الشيء كلهم، ما عندي تفرقه نهائيا نهائيا، ولا احب التفرقه. واحترم الكبير والصغير. ف يعني شلون 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 تشي 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 يعني هو مكتئب. اقول عنك يعني هالمصادفه مثلا صدفه طارئه. هو لان يعقوب شخصيه محبوبه بسرعه يدش القلب. انا اول يوم شفته، اول يوم تلاقينا صرنا ربع، فعشان كذي قال يمكن اضيفك وهذا وشي صرنا عادي اصور معنا. انا كنت مجالي كان كنت اشتغل في قبل وزاره الدفاع، وطلعت بنك الخليج، عقبها صرت بروكر في البورصه. فلما كنت بروكر كنت اتعامل مع ناس اكبر مني بالسن، وناس يعني تدرين حالات تمر عليك. اي فبعدين اتجهت الى مجال اللي هو بالعقار، اللي هو بروكر بالعقار، اللي هي دلاله العقار. فدلاله العقار انت ما تتعامل مع ناس صغار في السن، يعني مستحيل اتعامل مع واحد عمره 24 سنه 25 سنه. صحيح. ناس كبار شياب، فكنت اتعرف على المعارف يعني، فكنت اكسبهم لعمل، وبعدين زادت علاقتي فيهم بالكويت وبرا الكويت. يعني من الشخصيات اللي التقيت فيهم يعقوب الشهري، يعني على مستوى حتى الحكام، يعني حاكم إمارة دبي سمو الشيخ محمد بن راشد، نوجهه تحية أكيد. يعني هذا كله من محبة الناس اللي وصلتك. لا لا دعوة، هذه بدعوة، دعوة. اي وفي الفيديو الصورة اللي حطيتها بساعة كنت أنا بالهرج في فيديو، ما أدري إذا شغال عندكم ولا لا. هذا من مسابقة الخيل. اي حس قلبه لما شاف في الهواء. اي والله. اي يعني هذول الناس يعني معرفتهم اكيد. احنا بنكمل اكيد ليلتنا، لكن بسالكم سؤال.